وصلنا المتحف العقيلات في بريده اللي يديره الاستاذ عبد اللطيف الوهيبي، هؤلاء التجار اللي اقاموا واحيوا طرق البخور قديما. قبل كم؟ قبل اكثر من 400 عام. هذا المتحف اللي يجب على كل عربي وسعودي وخليجي وسعودية وخليجية أن يزوروه، في كل التجار الدبلوماسيين اللي نعم راحوا لجميع دول، خاض البلاد العربية والبلاد الأوروبية والشرق، وانت تستقبل كل الزوار. نعم في نعم مدينة بريدة في متحف العقيلات عبد اللطيف الوهيبي، لك موقع على النت. نعم، وتويتر كل شيء. نعم رائع يا حلو. جالسين الان بالمتحف، وش اللي خلفنا؟ خلفيتنا مضحى عقيل. يعني مضحى عقيل المكان اللي يجلسون فيه الضحى. نعم الضحى. طيب انت عندك كتب تبي تنتج عن العقيلات؟ نعم، قريبا ان شاء الله صدور كتاب، خمس اجزاء. خمسة اجزاء؟ نعم نعم. رائع. وش هي الطرق هذه في الجزيرة العربية؟ هذه كل طرق العقيلات في داخل الجزيرة العربية وخارجها. ليش سموا عقيلات؟ لا تميزهم بلبس العقال عن بقية اهالي نجد. انت تدعو الناس انهم يجونك ويزورونك؟ ابرك ساعة. يعرفون تاريخ بلدهم؟ يشرفنا. نعم يعرفون أبائهم وأجدادهم. نعم. هذا المصنوع من الزرد الفولاذ العظيم ذا اللي يقي الجسم كله، منين جبتوه؟ من هو؟ جبناه من محمد عبد الرحمن الراشد، طبعا ليد الملك عبد العزيز الطويل، الملك سعود. هذا للملك سعود؟ نعم، عام 1347 في أحد معارك التوحيد شارك فيه. نعم شارك فيه. إذا لا يقدر بثمن ذا، لأنه صناعة دقيقة جدا. نعم نعم، ملايين. اي فعلا خطه بسيطه. عند متحف، في متحف العقيلات، رمح حقيقي مصنوع من الفولاذ له ثلاثه شفرات طويل بعود الخيزران اللي يجي من قريه الخط اللي هي القطيف حاليا في المنطقه الشرقيه. هذا كانوا يستخدمونه للدفاع وللقتال وللصيد. كان امرأ القيس يركب الحصان ويلحق المهل والضحيه ويمسكونه كذا، يمسكونه كذا ويصيد الصيد بهذا الرمح الطويل. فكان يسح إذا ما السابحات وعلى الونا أثرنا غبارا بالكديد المركب، ما يرمى كذا، اللي ترمى كذا الشلفة، هذا يمسك كذا. وبأوروبا كانوا يحطون له مكان هنا يثبتونه بصدر الفارس. في أوروبا كانوا يثبتونه بمسامير على الدرع اللي على صدر الفارس عشان ما يسقط إذا تصادموا مع الخصم. ومن المقتنيات الفريدة عند عبد اللطيف الوهيبي في متحف العقيلات سيف عربي من الجوهر، شورك به في معركة المليدة عام 1308 للهجرة، شارك فيه ابن عيدان، وهو هدية في هذا المتحف، عليه رمز صانعه من الذهب. ولا عيب فيهم سوى أن سيوفهم بها فلول من قراع الكتائب. السيف لا ينثلم، إنما يصير فيه فلول في حده، الحد بين الجد واللعب. هذه وش الصورة الجوازات بعد اللقاء؟ هذه نماذج من تجار عقيل بالإبل وتصريح مرور التجار الأتيم من نجد. طبعا توقفت العقيلات عام 1300، تجارة العقيلات، تجارة العقيلات عام 1300 67 68 ميلاد. نعم هجري. هجري نعم. احنا ما ولا متمجنوب لك اسئله.